بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مزمور 137. على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنها هناك سألنا الذين سابونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا ترنيمة من ترنيمات صهيون. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. في المزمور ده على الصفصاف دي شجر عديم الثمر، في وسطها علقنا أعوادنا، يعني وقفوا وأبطلوا العبادة. طلبوا مننا فرحا قائلين، يعني هم طلبوا مننا فرحانين فينا وشمتانين فينا وبيعيرونا. وليضرب المسيح أطفالك عند الصخرة، يعني خطيتك. هوذا السيد الرب بقوة يأتي، وزراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، لأن الرب إله مجازاه يكافئ مكافأة. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 46 هنتكلم عن إله الجزاء، وهيكون عن يساكر وإيزابل. في المزمور 137، يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتنا. الحقيقة لقيت المسيح هنا بيشاور لي على كلمة الجزاء، وبيقول لي يساكر وإيزابل. الحقيقة ما كنتش فاهمة إيه العلاقة بين يساكر وإيزابل الملكة زوجة أخاب، وأنا كنت بحضر في بابل. قال لي نبوت اليزرعي. قعدت أفكر شوية، تعالوا نفكر مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه النهاردة قبل ما ندخل في موضوع بابل. نخليه للمرة الجاية. أخاب الملك ده اسم عبري معناه أخو الأرض. كان أخاب ملك إسرائيل، بدأ حكمه في حوالي سنة 875 قبل الميلاد، وتزوج من إيزابل اللي معنى اسمها المنخفضة. كانت ابن ملك صيدون، وكانت امرأة وثنية تعبد الإله بعل. وكان أخاب ضعيف الإرادة قليل العزيمة، يستسلم للي يقوده. فأثرت إيزابل عليه ومشي وراها في عبادة البعل، وعبد أخاب بعل هو ومملكته الشمالية كلها إسرائيل. وكان في واحد اسمه نابوت، أي نبات أو نبتة، من بلد اسمها يزرعيل، أي الله يزرع. كان عنده كرم بجانب قصر أخاب ملك السامرة، وطمع أخاب في الكرم وطلب من نابوت ليضمه إلى قصره ويجعله بستان ويدفع له ثمنه بسعر غالي من الفضة أو أي حاجة هو عايزها. رفض نابوت اليزرعيلي طلب. حزن أخاب مستسلم لأنه شخص مسالم وقليل الحيلة، اكتئب. وهنا تصرفت إيزابل الشيطانة مراته اللي هو ملتجئ إليها، افترت وانتقمت وقتلت. روح أخاب هي النفس البشرية ضعيفة الإرادة المستسلمة بخنوع لأي حد. بخنوع يا جماعة، مش بخضوع، مش بتعرف تاخد قرار، ودايما مش عارف يعمل ايه. نبوت اليزرعيل اللي معناه نبتة أو نبات. نبوت رفض طلب الملك لأنه لم يشأ أن يفرط في ميراث أجداده. اختم أخاب وعاد إلى القصر حزينا، وعرفت مراته الملكة إيزابل الوثنية المنخفضة الشريرة الخبيثة سبب حزنه، فدبرت مكيدة للاستيلاء على الكرم. أرسلت لشيوخ بلدة نابوت وطلبت بخباسة منهم إنهم ينادوا بصوم وصلاة للشعب، وأن يتهموه بالتجديف على الله والملك ويرجموه عقابا ليه هو وأبنائه. ففعل الشيوخ ذلك وحكموه بتهمة التجديف، كما شهد بذلك رجل من بني بليعال. ثم حملوه خارج البلدة ورجموه مع أبنائه. وكأن ربنا كان زرع وأنبتت نبتة أو برعم صغير جاهز للنمو في الكرمة، وصاحب الكرم ما ينفعش يتنازل أو يبيع ميراثه في إسرائيل، وده كان ممنوع بأمر ربنا إن حد يبيع ويتنازل عن ميراث أبائه
وشهدوا عليه شهادة زور وقتلوه هو وولاده وسرقوا ميراثه، وكانت دي نتيجة اكتئاب الملك وإنه اتجه للشر والشرير. فرح أخاب إن نابوت مات، ولما سمع من المرأة المنخفضة زوجته، ولما دخل أخاب ليأخذ الكرم جاله إيليا، واعتبر أخاب إن إيليا النبي اللي جاي يحذره من الخطية عدوه، وهو اللي جاي يحميه من شر زوجته ونفسه ويساعده على التوبة. وتنبأ إيليا وأصدر قضاء ربنا بالموت الشنيع الذي سيموت أخاب وإيزابل، بأن الكلاب اللي لحست دم نابوت سوف تلحس دم أخاب أيضا في نفس المكان، وأن الكلاب تأكل إيزابل عند مطرسة يزرعيل كمان. وكذلك أنبأ بمحو بنين أخاب، والكلاب روحيا هم جنود إبليس اللي استولوا على جسدك ونفسك، وهم الفلسين اللي عندك. نابوت اليزرعيلي كان شخص أمين على ميراث أبائه وقتل ظلما، ودم المقتول الظلم بيصرخ لربنا من الأرض، وربنا يستجيب للنداء وينفذ، ولا بد أن ينفذ في يوم ما، لكن ربنا بيدي فرصة وفرصة للتوبة والرجوع ليه. أمر إلي النبي السماء بإيقاف المطر على الأرض حتى قول. هو ليه إلي أوقف المطر بالزيت؟ ليه العقاب ده بالزيت؟ أسبع ملك صيدون وسور هو أبو إيزابل المنخفضة، وكان أولا كاهنا للإله عشتاروت زوجة الإله بعل، وكانت كاهناتها يعملوا بالدعارة رسميا. وبعل أو بعليم هو إله الخصب في الحقول وفي الحيوانات والمواشي، يعني إله المطر والبركات. وعلشان كده وقف في مواجهتهم إلي النبي وأوقف ليهم المطر لمدة 3.5 سنين تقريبا، تحديا لإلههم بعل. وبما إن بعل رب الخصوبة والمطر، طب خليه يشتغل شوي واثبتوا لي إنه يقدر ينزل ليهم المطر. فيظهر بذلك للناس كذبهم وعدم قدرة آلهتهم الوثنية على عمل العجائب، لا مطر ولا إخصاب، كله كذب وتزوير، لأن الأوثان حجر ما يقدروش يعملوا حاجة. طب ليه ربنا قال يا ساكر؟ كرم نابوت في يزرعيل كان في أرض ميراث سبط يساكر. يساكر هو ابن يعقوب، معنى اسمه الجزاء أو يعمل بأجرة، أي الكل عمل جزاء أو أجرة. يبقى ربنا بيعلن الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر يكسب أجرة أمانة، وبيعلن إن هو إله الجزاء. فيساكر كمان روحيا هو سبط تمييز الأزمنة والأوقات، وبنعرف ده في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 12، ومن بني يساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل، رؤوسهم 200 وكل إخواتهم تحت أمرهم، وبيقصد تمييز الشرائع والأعياد والطقوس وأوقاتها، ويعني كل الأسباط بيتبعوا. يبقى إيزابل راحت في بيت سبط يساكر عشان تقضي وتبيد عارف الأزمنة والأوقات، أي من يميزوا مواعيد الشرائع والأعياد وأوقاتها، وكانت قبل كده قد قتلت أنبياء ربنا، تبقى كده بتقطع المية والنور على الشعب. وده اللي هيعمله النبي الكذاب في أورشليم في آخر الأيام لما يجلس ضد المسيح كإله في الهيكل، ويبيع أرض أورشليم للغرباء ويغير الأزمنة والأوقات، يعني الأعياد والشرائع والطقوس، ويبيع الأرض. وبيع الأرض دي الحاجة اللي بتغضب ربنا جدا جدا طبعا، وتغيير الأزمنة والأوقات، لأن الأرض دي أرض ربنا والناس موكلين عليها. طيب إلي النبي جبل إسرائيل ورجل المرتفعين. إلي اسم عبري معناه إلهي يهوى، إلهي قوتي، قوتي يهوى. تنبأ إلي بأن الله سيمنع المطر عن بني إسرائيل، واعتزل النبي وراح رايح على نهر كريت، وكانت الغربان تعوله هناك وتأتي إليه بالطعام. وبعد ما جف النهر قال له ربنا إيه؟ قال له ربنا قم اذهب إلى الصرفة التي لصيدون وأقم هناك، هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك، يعني روح للأرض اللي يقيم فيها إبليس في صورة البعل، روح لمواجهته في ملعبه عنده في بيته،
وأنا هناك هباركك وهتعيش بالرغم من المجاعة بسبب عدم وجود المطر. بحب مواجهات ربنا قوي لما تكون في قلب أرض الأعداد. هناك في مدينة البعل نفسها أرملة فقيرة هي وابنها في طريقهم للموت من الجوع وهتعولك. طب إزاي؟ وجودك يا إلهي في يهوى إلهك الملتصق بيه وبإيمانك بيه بيدي بركة في وقت الجوع. ووفقا لوعد إلهي لها لم يفرغ من بيت الأرملة الدقيق والزيت طول مدة الجفاف. ولما بات ابن الأرملة صلى إلهي فأعاد الله الحياة للصبي. ربنا بيطلق حياة في وسط الموت من خلال ولاده ويظهر قوته ويظهر بركاته حتى لو كنت في ملعب إبليس. حاصر إليه الموت محاصرة ابن الأرملة الميت وأقامه الله من الأموات في صرفة صيدون. الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. نعم ربنا يطلق بركة في وسط الجوع وحياة في وسط الموت. نعم ربنا محتاج ليك ويطلق البركة والحياة من خلالك. نعم قد علمت يا رب إنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. في السنة الثالثة من الجفاف ولما قابل أخاب الملك إلي قال له أأنت هو مكدر إسرائيل؟ وتاني وكأن السبب في المشكلة إلي مش خطية أخاب أبداً، ودايما الإنسان بيرمي ويسقط أخطاءه على غيره وهنا بيسقطها على النبي اللي جاي ينقذ الشعب. ورد عليه إلي وقال له بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. وطول ما الإنسان بيرمي أخطاءه على غيره من أيام آدم عمره ما هيتوب، لسه أعمى وضعيف الإرادة مش قادر يواجه نفسه ولا أخطاءه. وطلب النبي من الملك أن يجمع الشعب الجبل الكرمل وأن يحضر معه أنبياء البعل ونشوف أيهما يرسي النار تلتهم المحرقة، الرب أم البعل. وتاني بيسمع أخاب الملك كلام إلي وبينفذه بالحرف وجمع الناس وأنبياء البعل. الملك ده يجره إلي المرتفع يرتفع معاه، تجره المنخفضة ينخفض معاها. هو خانع في هزة وهزيمة داخلية في صراع داخلي وهو ده سبب الأمراض النفسية. الملك ده كان مهزوز نفسيا. المهم صلى أنبياء البعل ولكن لم يكن من مجيب لصلاته، ولكن دعا إلي الرب واستجاب له ونزلت نار من السماء والتهمت المحرقة وأقر الشعب بأن الرب هو الله الإله الحقيقي الحي. ورد إلي شعب المملكة كلها لعبادة الله الحي ورد ليهم كل شيء. رد الشعب بنهضة بانتعاش لربنا وقالوا الرب هو الله وساعدهم لخلاص نفسهم، وهيحصل نهضة في الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. رد الشعب الأيام البركة بعد الجوع وهطول الأمطار، وربنا بيدي بركات خاصة للكنيسة قبل المجيء الثاني. رد عيونهم من الأرض للسماء والنار النازلة من فوق. ربنا عايز يرد لي قوة وهبات وعطايا الروح القدس والنعمة مهما كان ضعفك. رد النقم على الأعداء وقتلوا كهنة وأنبياء البعل، وفي آخر الأيام سيرد النقمة على ضد المسيح وعلى النبي الكذاب وعلى التنين وعلى بابل زي ما ردها هنا بالضبط إلي على أخاب وإيزابل. رد الشعب للطقوس والأعياد ومعرفة الأزمنة والأوقات. رد الشعب للميراث وحط عينيهم أن الله هو إله الجزاء. رد قلب الآباء للأبناء. رد ليهم محبة قلب داود الملك لربنا ومحبة الامتداد لملكوت ربنا على الأرض. بيردهم لحكمة سليمان وطاعة قلب إبراهيم لربنا وتعقب قلب يعقوب خلف الرب. وكانوا ما زال زمن رد كل شيء. وبناء على أمر إلي قتل أنبياء البعل وترك أخاب الشعب يقتل أنبياء البعل، وعندئذ أعلن إلي بأن المطر سوف ينزل بعد الجفاف. ونشوف محبة إلي الأخاب وخايف عليه إزاي. وأخاب بيسمع الكلام وخانع وقال إلي الأخاب اصعد روح كل واشرب لأني سامع حس دوي مطر. بيرجع أخاب يروح لإيزابل ومش متوقع رد فعلها،
وأخبر أخاب إيزابل بكل اللي عمله إيليا وإنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. وهنا كانت صدمة إيزابل لما عرفت إيزابل إن إيليا قتل أنبياء البعل. أرسلت ليه رسول وهددته بالقتل: في نحو هذا الوقت غدا هقتلك. واحدة بتقول هقتلك بكرة، هو اللي بيقتل حد بيقول له إمتى هقتلك؟ الست دي بتهدده وتخوفه، لكن هي من جواها خايفة منه، مرعوبة ومضطربة. هي دي روح إيزابل، متحكمة متسلطة بأساليب مختلفة، تصرخ تهدد تخوف تتوعد، تلعب على نفس الإنسان، بتلعب على المشاعر والأفكار. هي خبيثة ومكارة، بتستعمل التدين الشكلي وتنادي بصوم، وهي بتقتل نابوت اليزرعيل وتغير الأزمنة والأوقات، يعني بتغير طقوس العبادة والأعياد ومواعيدها، وبتغوي الشعب للنجاسة والعرافة الوثنية. هرب إيليا للجنوب لبير سبع وطلب إلى الله أن يأخذ حياته. معقولة تطلب طلب زي كده إن ربنا ياخدك يا إيليا؟ إيليا رجل الجبال والمرتفعات، إيليا القوي في ارتفاعه، كان مش قادر يصدق قد إيه الملكة دي منخفضة. إيليا الرجل الناري، رجل الوقائد النارية، اللي السماء تسمع ليه وتنفذ، اللي نزل نار من السماء 5 مرات، مش قادر يصدق اللي شايفه وسمعه، إنها عديمة الفهم. العقل مظلم مفيش نور، القلب قاسي والجسد فاسد، الفلسين بتوعها راحوا هباء، هي والملك كمان. قلب إيليا موجوع عليهم قوي. معقولة يا ربي؟ حتى بعد ما انقطع المطر وشافوا بعينيهم السماء بتنزل نار وتلتهم المحرقة، فعلا حاجة تحزن وتوجع القلب. دول مش ممكن يكونوا من بني آدم، دول بقوا زي الحجر اللي بيعبدوه، ومن حزنه عليهم مش قادر يشوفهم في تاني، فقد الأمل فيهم، وأصبحوا زي أمة جافة الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد. ناس صعبة قوي. في ناس فعلا بتوصل لعبادة نفسها، بيبقوا صعبين، أصعب من عبادة الأوثان كمان، قصات القلوب على نفسهم وحتى على الأسرة والأولاد وعلى والديهم، وبيتخفوا تحت صورة التقوى والتدين والصوم والصلاة، أو يتخفوا بالنظام والتنظيم، أو يخفوا الخباثة تحت التدبير والحكمة. في ناس فعلا ممكن تخرجك من شعورك من كتر الغباء أو الخباثة والقسوة. الفلسين بتوع كل إنسان هما الجسد والنفس، وأصعب ناس هما، وتاني بقولها، فاسد الجسد يعني جسد غير منضبط، والنفس فيها عقل مظلم وقلب قاسي، بتبقى نفس جعانة مقفرة عديمة الإرادة أو عنيد. ناس توجع القلب بجد وتحزن ويجيبوا كآبة. لو عايز تعرف بتعرف إن إزاي إن الإنسان مريض نفسيا ولا لأ، شوف العلاقات والعمل. لما تلاقي علاقاته مهزوزة أو غير مستقرة أو علاقاته فاشلة، يبقى مريض نفسيا أو غير متزن في عمله، وغالبا مش عارف يعمل إيه في حاجات كتيرة، وتلاقيه واقف محتار، اعرف فعلا ان الشخص ده برضو مريض نفسيا. دول العاملين او الحاجتين المهمين جدا اللي تعرف بيهم اذا كان الشخص مريض نفسيا ولا لا. نقولهم تاني: علاقات وعمل. المهم، قلب إيليا النبي كان موجوع عليهم قوي بجد، قلبه وقلبي وجعني. صلاة إيليا لاجل امتناع المطر، وصلاته لأجل نزول المطر، وصلاته بأجل نزول نار من السماء، كانت مثال لقوة صلاة البار. لكن حس إن كل تعبه السنين اللي فاتت كانت هباء، ما فيش نتيجة. حزن واكتئب عليهم، لأن الملك، لا الملك اتغير ولا إيزابيل. نسيوا حط عيني عليهم، فهرب من قدامها إيليا القوي في ارتفاعه. كان جواه محبة للملك والملكة المنخفضة الخلاص، قام وهرب، مش من الخوف يا جماعة، هرب بحكمة من شر إيزابل، زي ما ربنا بيعلمنا: الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. إيليا كمان افتكر
إن براد الشعب الربنا خلصت مهمته على الأرض، وهو كإنسان تحت الضعف مثلنا اكتئب من الناس الصعبة دي وطلب من ربنا ياخده عنده للراحة الأبدية علشان يقدر يخلص منه. لكن لازم نعرف إن إحنا ينبغي أن نسقط في اليأس، حتى لو شفنا العالم كله قد رفض الإيمان، وحتى لو شفنا أقرب الأقرباء لنا. أحيانا بحتاج للحظة هدوء، لهدنة مع الحياة وشوية صمت، هدنة من الناس الصعبة بعيد عن هذه القلوب المتحجرة والعقول المظلمة، أو الناس المنافقة اللي بتستعمل الدين والسلطة لإرضاء أنانيتهم وذاتهم واللي حواليهم على حسب الحق. محتاجة أسكت الضجيج اللي جوايا وأوقف الصراع حتى أستطيع أن أسفى أقولها أتقيأهم من فمي. محتاجة لوسادة سلام تسند أحلامي، ترفع وتثبت إيماني واستعيد جوايا سلامي. محتاج لحظات عزلة أعيد فيها حساباتي، محتاج أخرج من صوت العقل والقلب معا للروح للرب لأشعر ببعض السكينة والهدوء. محتاج لمعونة إلهية لأستعيد أنفاس الأمل في حضن الأب، وعلشان أقدر أرجع تاني للعمل وأرجع تاني بنفس الحب. ربنا يرحمنا. في اكتئابه جري على ربنا، وده الفرق بينه وبين أخاب الخيبان. جري في الدقيقة على حضن الله وذاق حنية حضن الأب الحقيقي، وبيختبر قوة الله ولينعش إيمانه. طبعا ربنا لم يتركه وعزاه، ربنا بيعرف ازاي يرفعك ويشجعك ويفرحك في الضيق. وبعت ربنا اولا الملاك لإيليا يوقظه مرتين، عايزه يستيقظ ولا يستسلم لليأس والاكتئاب ويسنده ويقويه، ورفع قلبه الحزين على الناس وأكله وصام 40 يوم وهو مش عارف انه بيجهزه للقاء الرب العظيم. وكان الملاك زي امه حاسس بيه، يلمسه ويوقظه من النوم لأنه كان تعبان، أكل وشرب ونم تاني، والملاك جنبه وسابه الملاك نام وشوية أيقظه للمرة التانية وأعطاه ياكل، وبيقوله قم وكل لأن المسافة كتير عليك. حنية ربنا علينا عجيبة وجميلة حقيقي لا يعبر عنها بالكلام. ولما وصل لجبل حريب أي الجبل المقفر أو جبل سينا، على الجبل الذي أعطيت فيه الوصايا العشر لموسى النبي، خرج إلي وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. يعني عدى بإيليا أولا ريح وزلزلة ونار. روحيا ربنا بينفض التراب اللي علينا ولازق فينا قبل اللقاء العظيم والجميل بيه. الريح تقلع من الجدور كل خوف واضطراب ويأس كان متأصل في حياتك، ويملاك بروح الله القدوس يعني المحبة والفرح والسلام. الزلزال مع بولس وسيلة في السجن، الزلزال فتح الأبواب المغلقة وفك القيود في سفر الأعمال. ربنا بيفتح عينيك ببصيرة روحية جديدة ويفكك من كل قيود جواك ربطك بالأرض والناس ويربطك بالسماء والقديسين. النار بيطهر جسدك ويقدس نفسك ويجهزك للقاء القدوس، ويشعل فيك نار الغيرة المقدسة من تاني على اخواتك، ويحرك نار قلبك نحو مجد الله المفقود وسط الأحباء، ويشعل فيك الغيرة المقدسة للمرة التانية. وبعد النار صوت منخفض خفيف، فلما سمع إليه لف وجهه بردائه وخرج وقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول ما لك هنا يا إيليا؟ يا رب هيأت الإيليا النبي الطريق ليسمع صوتك المريح الهادي اللي غير كل جواه في وسط الهدوء والحنية العجيبة ومحبتك، بتدخل بينا إلى الحضرة الإلهية. رد إيليا وقال
غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. وكان اللقاء الرائع، وكنت فاكرة أن إلي قوي قدام الشر، بس طلع قوي في صلاته اللي بتحرك السماء، طلع هو ذو القلب الغيور المحب الأمين لله والناس. غيرته غيرة للرب إله الجنود، الغيرة على شفاء الناس من القسوة، من الخوف، من الضلال، من الفساد. غيرة تاخدهم للمحبة والحنية، للأمان، للبصيرة، للنقاء وللقاء وللاتحاد بإله السماء. ما أعظمك يا إلهي. وكأن الله يعاتبه، لماذا؟ لماذا حل بك اليأس؟ هل لأني لم أجازي الأشرار بعد؟ نعم أنا إله الجزاء، ولكن في الوقت والزمن المحدد لذلك. اعمل عملك يا ابني، فهو لم ينتهي بعد، ما زال ليك دور وما زالت محتاج إليك في الأرض. متخيلين ربنا بيقولك أنا سلطتك على الأرض، ودلوقتي ما ينفعش أدخل الأرض إلا من خلالك. قم ورد اللي سرقوا منك إبليس، اللي التصق في يوم بإيزابل وسيلتصق ببابل. من فضلك اترك للرب عمله. نعم هو إله يساكر، إله الجزاء. قد حان الوقت ليرى إلي خلال هدوء نفسه محبة الله وعمله الخفي في 7000 ركبة التي لم تنحني لبعد. فارتاح قلبي إلي، ويجب أن يقوم ليمسح 3 أشخاص للعمل: ملك أرام، وملك إسرائيل، وتلميذه إليشع النبي. فيكون لكل منهم دورها المكمل للآخر في تأديب إسرائيل، وخاصة بيت أخاب، ورد الجزاء عليه وعلى إيزابل المنخفضة وعلى أولادهم كمان. وجد إليا إليشع يحرث حقل أبيه، فدعاه للعمل النبوي، استرح رداءه عليه. إليشع كان عايش عادي، وعد عليه إليا ورمى عليه الرداء وعد، وظهر إن إليشع ربنا اختاره، وكان بيجهزه ويملأ قلبه بحبه، ومحدش كان عارف إلا ربنا وحده، حتى إليشع نفسه. في لحظة ربنا بيجي فيها وإنت نفسك ما تعرفهاش ولا متوقعها، وساعتها بتقول أنا ممكن أكون آخر واحد ممكن ربنا يفكر فيه. ربنا عارف القلوب، وبيجي بروحه القدوس في وقت ما نعرفهوش، بس إحنا على موعد معاه دايما، نعيش في انتظاره لأن الرب قريب. طرح رداءه عليه، الرداء هو رداء خاص بالنبي إيليا، وطرح الرداء يعني تخصيصه للعمل النبوي، وإن إيليا وضع إليشع تحت حمايته، وسوف يعلمه ويدربه ويتعهده ويتلمزه، وأن يصير إليشع تلميذا وخادما له. وجد إلي إليشع. إليشع اسم عبراني معناه الله خلاص. كان رجل ساري من سبط يا ساكر، يعني سبط الأجرة والجزاء، العارفين بالأزمنة والأوقات، يعني النبتة الصغيرة اللي قتلتها المنخفضة إيزابل في أرض الجزاء كبرت نبتة أخرى وارتفعت وأصبحت شجرة اسمها إليشع. والله مستمر في نمو نبتته وزرعه مهما حاول إبليس القضاء عليها. إذن ليس الغارش شيئا ولا الساقي شيئا، بل الله الذي ينمي. كان إليشع يلبس ملابس عادية كسائر الناس، وكان أصلع ويحمل عكاز، وكان إلي رجل أشعر يتمنطق بمنطقة من جلد على حقوي. دامت خدمة إليشع 8 سنين ويمكن أكتر، وفي نهاية أيام إلي ذهب للأردن مع إليشع، وضرب إلي الأردن بردائه وانشق الماء، وصار النبيان على اليابسة جوه النهر. ونلاحظ كل الأنبياء كانوا عارفين وقالوا لإليشع اليوم يؤخذ سيدك أي إلي من على رأسك، هم عارفين ولكن ما تحركوش. في فرق يا جماعة بين عارف وعارف الوقت بالضبط وبين شايف في ذلك الوقت. في فرق بين أنا عارف وخلاص وأنا مثبت فعلا عناية عليه. في فرق بين أنا عارف وأنا أعمل وأنفذ.
بين عارف وبين الحياة العملية والاستمرارية فيما أنا عارفه. في واحد بيقول حي هو الرب لم أطلقك، وكل مكان يروح إلي إليشع وراه. إليشع التصق بالرب، فمكان ما تروح يا إلي أنا معك، أي أمسكت به ولن أرخيه. إيمان بدون أعمال ميت. إليشع رمى عليه إلي رداءه يوم ما دعاه، وأخذ الرداء يوم صعوده. وإحنا قد لبستم المسيح في المعمودية، ولبستم روح القوة يوم الخمسين. قال إلي لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ عنك؟ فقال: ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فأجاب إلي: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ عنك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران فصلت مركبة نارية وخيل من نار ما بينهم، وصعد إلي في العاصفة إلى السماء. وكان إليشع ينظر وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، يا مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك إليشع ثيابه ومزقها قطعتين، ثم رفع رداء إلي الذي كان قد سقط عنه، ورجع ووقف قبالة الأردن وضرب الماء بالرداء فانفلق فعبر. صعود إلي وسقوط رداءه على إليشع تاني، وقال الأنبياء: لقد استقر عليه روح إلي، هو الروح القدس. وإلي معناه قوة إلهي، أي استقر على إليشع روح القوة وهو الروح القدس. وجه بعد ما شق إليشع رداءه، وده معناه هو لما تتنازل عن رداء الذات والأنانية يكتيك الله برداء روحه وقوته هو. إليشع طلب ضعف روح إلي، وده مش في الكمية لأ، لمعناها نصيب أو شريعة البكر في العهد القديم، وكان نصيب البكر الضعف في الميراث، يعني عايز هوية البكورية. وزي ما المسيح أخ بين إخوة كثيرين، والمسيح كان بقورة الراقدين. المسيح كان البكر بدون خطية آدم، وحررنا من الخطية الجدية، وحررنا من العبودية الإبليس. المسيح هو القدوس الحق، هو البكر بين البشر في إرضائه لقلب الآب السماوي، بطاعته الكاملة ومحبته العجيبة للآب والبشر. إحنا كنيسة أبكار مش واحد بس، إحنا أمنا مع المسيح، إحنا وارث الملكوت، إحنا لينا ميراث القديسين في النور، إحنا لينا ميراث روح إلي وقوته، لينا الروح القدس وقوته، إحنا لينا ميراث كامل في المسيح يسوع. إليشع طلب ضعف روح إلي. لم يكن إليشع يطمع أن يكون أعظم من سيده ولا أقوى منه، لكن إذا رأى حال المملكة يزداد انهيار، وهو محتاج له قدرة إلهية متزايدة تواجه هذا التيار الجارف، فطلب نصيبين من روحه للخدمة والشهادة لربنا. في بساطة وبروح التواضع اشتهى أن يتمم رسالة معلمه، فطلب بإيمان لشعوره بضعفه وحاجته إلى قوة مضاعفة من السماء تسنده. نلاحظ كمان إلي قال لإليشع: لو رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، لو عينيك مفتوحة وشايفني في الزمن والوقت المناسب وشايف أنا بعمل إيه وواعي يكون لك كذلك. إذ رآه إليشع عرف إلي النبي أن الله قد وهب قوة النظر في الروحيات ليرى ويفهم ما لا يستطيع غيره أن يراه أو يفهمه، وأصبح متحدثا في الأمور الإلهية مع الناس، وإنه أصبح كمان رئيس للأنبياء. صعد إلي، صعد الناري في مركبة نارية، صعد من كان واقفا على الأرض ولكنه كان يشعر دائما إنه واقف في الأجواء السماوية، واقف أمام الكلمة الإلهية في العرش أمام الرب الحي. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. فهوذا هوذا أبواب العلا مفتوحة لك، فادخل أيها القديس لألا ينحني رأسك الشامخ في باب الهاوية. أراد أن يعطي الرب الحي هذا المجد لإلي هدية، هدية الحياة لذلك النشيط
لأنه رقد مثل الأبطال في ساحات البر، فصعد حيا ليكن بين الروحيين إلى سماء المجد البهية، سماء الأبرار، ليقف أمام الله وجها لوجه. أنا عارف بعد الصليب فيه قيامة وصعود وحلول الروح القدس. اوعى اقعد في الصليب ومش مصدق ان ليا قيامة وافضل اخدع نفسي. ثبت عينيك، اللي عينيها على القيامة هيقوم، واللي عينيه على الصعود هيصعد ويجلس في السماويات، واللي عينيه على الروح القدس وقوته، ليه الروح وقوته ومحبته وفرحته وسلامه، اللي عينيه على الآب ومشيئته، ليه الآب ومشيئته، ليه الحياة. في العهد الجديد في التجلي من الثلاثة اللي شفناهم رجال يصعدون فوق جبال، إلي القوي المرتفع صلى للمطر في جبل الكرمل وتقابل مع الرب على جبل حريب. وألاحظ في العهد الجديد روح إلي وقوته انسكبت على يوحنا المعمدان قبل مجيء المسيح بالجسد، وكذلك روح إلي وقوته ستنسكب عليك قبل مجيء المسيح وإعلان ذاته ليك بصفة شخصية. حمل إليشع رداء إلي، ضرب النهر وقال: أين إله إلي؟ أين أنت يا الله لتظهر مجدك وقصدك في الأرض؟ أين ظهورك واستعلانك فالمعلنات لنا؟ أين أنت إلهي في هذه المواجهات في هذه الأيام؟ أين وقت الحصاد وحضور شعوب لكنيستك؟ أين مهابة كنيستك وولادك وسط شعوب الأرض؟ قم إلهي اصدر أوامرك لجنودك، قم حطم رؤوس الأشرار والشر في وجودك، ارفع إيدك بالقضاء. ربنا بيجدد القوة والقدرة لتعدية مواجهات آخر الأيام، لا بالقوة ولا بالقدرة البشرية، لكن بروحي يقول رب جنود. وكمان روح إلي قوته هتيجي قبل مجيء المسيح في الأيام الأخيرة. ها أنا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. المسيح بعد الصليب صعد إلى الآب ودفع إليه كل السلطان، ويسوع سلم التلاميذ مفاتيح الملكوت، رد ليهم ولينا كل شيء، رد كل ما سلبه العدو، ورد النظام لأصله، رد السلطان للإنسان، رد قوة الروح القدس ليك ولينا. أنت عايش في زمن رد كل شيء، رد النعمة، رد البصيرة، رد الرحمة بالقريب، رد المحبة والحياة. أنت في المسيح هيكل الله وروح الله ساكن فيك، أنت حامل الحضور الإلهي، أنت باب السماء، أنت مركبة الكنيسة وفرسانها، أنت مركبة الكاروبيم، أنت نور العالم وملح الأرض. وهنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنت في زمن رد كل شيء، والإلهنا إله الجزاء. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزل الأبدي. آمين.